سلامة أخرى على الخط، نحررها. ألو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. الأخت فاطمة من مدينة الدار البيضاء. اي عرفتيني. أصبحنا نعرف صوتك، السلام تفضلي. عليكم. السلام ورحمة الله. لاباس؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. بالنسبة للحديث عن البصل، هو له رائحة نفاذة لكن فيه شفاء أكيد، ياك؟ نعم. عندي واحد السؤال، هو ان مهم كيبلغوك السلام بزاف ديال الصديقات ديالي، ويعني مره كيعطيني اسئله تكون عندي فرصه نتصل بكم ان شاء الله. بارك الله فيك. كلهم تيحييوك وتشكرك بزاف. هل صحيح ان البصل يحتوي على ماده كلوكونينين التي تعادي الانسولين من حيث مفعولها في تحديد نسبه السكر في الدم؟ نعم. حيث يمكن اكل بصله متوسطه الحجم يوميا باوراقها تخفض كميه السكر في دم المصابين بالتبول السكري. نعم. تماما كالانسولين. نعم. وتقلل من جفاف الفم والشعور بالعطش لديهم. نعم. سؤال ثاني، هل صحيح ان البصل الاخضر الطازج نيء اذا تناولناه مع وجبه طعام يمنع ضرر التلوث من الماء والغذاء والهواء، اي يكنس ويجرف اوساخ الجسم الباطنيه تتم طردها عبر الجهاز البولي؟ هل صحيح؟ هل يفيد عصير البصل في معالجة سقوط الشعر بتدليك فروة الرأس بعصير البصل؟ كما هل يساعد أو تدليك بماء البصل يساعد في الحد من انتشار موضع داء الثعلبة؟ نعم، جزاك الله خيرا. شكرا. وتحية بالغة لكل المستمعين وللأخوات، وخير إن شاء الله. نحن أمة واحدة ونحن إخوة. أكيد أن هذه المعلومات أكيد على البصل. أنا تكلمت على أن أصحاب السكري، البصل هو من الخضر القوية وخضر الذي يجب أن يتناولها وليس يخفض. نعم. بالعكس، إلى حد سوء كثرة البطاطس وحين حتى الطماطم بالنسبة لأصحاب السكري، حتى الطماطم لا تفيدهم، لا تضرهم، لا تفيدهم. وكاين الجزر اللي طبعا حلو لان فيه شويه سكريات، من الاحسن ما ياكلوش. لكن اللفت المحفوره، اللفت المحفوره هذه اللي كنسموها الجذر الابيض باللغه العربيه، الجذر الابيض، اللفت المحفوره اللي كنسموها احنا في المغرب، الخرشوف واللفت البري والقرعيات والبصل، هذه خضر جيده لاصحاب السكري. وعلى راسها البصل واللفت المحفوره. هذا البصل فيها ماده الفولاتين، فيها كذا الجليكونين، هذه الماده هذه هي نعم هي عندها نفس المفعول، تساعد على استقلاب السكر، هي عندها نفس المفعول بحال الانسولين. ولكن هذا لا يعني على ان الناس ما ياخذوش الانسولين، من الاحسن ياخذ، لا ياخذوا الانسولين طبعا. هذا الشيء، ملي يشوفوا بان السكر ديالهم تضبط يخبروا الطبيب طبعا، راه غادي يحبس لهم يعني هذه الاشياء، فباش الناس ما يتهوروش، لان ربما شخص يكون عنده اعراض اخرى، كوليسترول طالع ولا ارتفاع الضغط، يكون السكر ما يمكنش يتسوى ويبقى يعول على البصله. نسمعوا حنا ضللنا هذا السيد هذا، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى ان نضلل الناس.